سيو كانت اخر دوره اللي كانت دوره ديال شهر فبراير، كانت هنا ابرام عده اتفاقيات شراكه مع عده جمعيات وكذلك اتفاقيات شراكه فيما يخص تتمين واحداث مشاريع جديده في طنجه، فيما يخص اعاده الهيكلات للمناطق الناقصه ديال التجهيز. كما تم اظهار كذلك ابرام واحد اتفاقيه لبناء مستودع للكلاب الضاله، هذه واحد الظاهره اللي هي كيعرفها المغرب بصفه عامه، ومدينه طنجه غتكون هي السباقه في هذا المشروع هذا. هناك كذلك اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني في تنشيط المجال الثقافي داخل المدينه. كذلك هناك المشاريع المقبله عليها مدينه طنجه، اعاده بحال اللي قلنا في الاول الهيكله ديال المناطق الناقصه التجهيز، بعض المناطق الصناعيه التي سيتم احداثها كمناطق اقتصاديه. هادو من ضمن مجمل بعض المشاريع اللي كانت. كما كتعرفوا مدينه طنجه شهدت مؤخرا فعاليه تنظيم الكاس العالمي للانديه، هي كانت واحد الفرصه باش المدينه تنفتح على العالم وتولي القدرات ديالها في احتضان كاع المنتديات اللي كنفتخروا بها كمدينه طنجه وكيف بلادنا، لا سيما احنا مقبلين على تنظيم والمباراة اللي غتجمع ما بين الفريق الوطني والمنتخب البرازيلي اللي غتكون في شهر مارس. هذا كذلك هذا واحد الحدث اللي من هذا المنبر كندعو لكل المغاربة باش يحضروا ويكتشفوا مدينة طنجة بالسحر ديالها والجمالية ديالها.